بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، ونستعرض مع بعض النهاردة درس الإخراج الإنسان أو الجهاز الإخراجي. قبل ما أتكلم على الأعضاء أو الأجهزة المسؤولة عن التخلص من المواد الإخراجية، لازم نعرف إيه هي المواد الإخراجية في جسم الإنسان وإزاي بتنتج. المواد الإخراجية دي ناتج عمليات احتراق الحصول على الطاقة أو احتراق الغذاء داخل جسم الإنسان، داخل الخلية، داخل الإيه؟ الخلية. فالمواد الإخراجية تنتج من الخلايا بتاعت جسم الإنسان أو ناتج عمليات الأيض اللي بتتم داخل الخلية للحصول على الطاقة. والمكونات أو النواتج دي ثلاث حاجات، وهم أول حاجة غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، فضلات نيتروجينية، ماء وأملاح زائدة. كل مكون أو كل مادة إخراجية من الثلاث مواد دي ليها أعضاء مسؤولة عن التخلص منها، يعني هو مش الجهاز الإخراجي ده مش جهاز واحد مسؤول عن التخلص من كل المواد، لأ، ده هو كل جزء أو كل مكون من المواد الإخراجية دي ليه عضو أو ليه جهاز مسؤول عن التخلص منها. زي مثلا غاز ثاني أكسيد الكربون، ده بيتم التخلص منه بواسطة الجهاز التنفسي، فياخد دم ثاني أكسيد الكربون من الخلايا ويوديه للرئتين ويحصل عملية تبادل الغازات ويطلع غاز ثاني أكسيد الكربون مع هواء الزفير، وده الكلام اللي احنا خدناه السنة اللي فاتت في سنة رابعة. النهاردة مش هنتعرض ليه تاني، النهاردة هناخد المواد البروتين النيتروجينية وإزاي بنتخلص منها عن طريق جهاز اسمه الجهاز البولي. طب والأملاح الزائدة والماء بنتخلص منها عن طريق الإيه؟ العرق او الجلد، وهنشرح ازاي بيتم التخلص منه. طيب ايه هي مصدر المواد الاخراجيه؟ هي مواد بتنتجها خلايا الجسم عندما تحصل خلايا الجسم على طاقه من الغذاء المنتصف في وجود غاز الاكسجين. النواتج ايه مثلا لما يحصل الحصول على الطاقه؟ غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء، وتقوم الخلايا بتكسير البروتينات التي يستخدمها الجسم في النمو وتعويض الاكل للخلايا التالفه، فتنتج البولين وحمض البولين. البولين وحمض البوليك دول هم الفضلات النيتروجينيه اللي ناتجه من تكسير الايه؟ البروتينات، ثم الاملاح الزائده عن حاجه الايه؟ الجسم. فبيجي واحد يسالني سؤال يقول لي طب الفضلات الصلبه اللي هي البراز اللي احنا جهاز الهضم ناتج الجهاز الهضمي تعتبر من المواد الاخراجيه؟ انت ما جبتش تريت فقط. اقول له لا، المواد الاخراجيه او البراز والمواد الفضلات الصلبه لا تعتبر من المواد الاخراجيه، لان احنا اتفقنا ان المواد الاخراجيه ناتج من خلايا الايه؟ الجسم، وليس ناتج من اجهزه الجسم، فلازم تكون ناتجه من الخلايا. انما البراز والمواد الصلبه دي نواتج الجهاز الهضمي، دي اجزاء من الطعام لم يستطع الجهاز الهضمي هضمها ولم يستطيع امتصاصها، فتختزن في الامعاء الغليظه حتى يتم طردها خارج الايه؟ الجسم، لذلك لا تعتبر